قضية التسفير المنعرج. أي منعرج؟ وهل حدث المنعرج؟ وسيحدث المنعرج؟ الشارع المغاربي في عنوان البارحة قضية التسفير، صورة أعتقد تشاهدين الصورة، تحدث عن المنعرج. نعم نعم، قلت منذ قليل حسين أنه عملية التجييش وعملية القصف لقاعدة تقوم به بعض وسائل الإعلام اليوم للأسف، معناها لمحاولة إلصاق وتوظيف القضية في الفترة هذه بالذات، يعني اللي عايشينها احنا توا، وإلصاق عملية معناها قضية التسفير بقيادات حركة النهضة كان يعني فاضح بشكل غير طبيعي. يعني نهارين القدام نشوفه في عناوين معناها صادمة، نشوفه في وقت نشوف شنو تقال وشنو تحكي وشنو حكاوه بعض الكرونيكار في على حبيب اللوز، وتقول يعني زعيم مافيا التسفير في تونس، وانه معناها كشفت معطيات خطيرة والامن تحت ايده، معناها حقائق تثبت بما لا معناها يترك اي مجال معناها للتشكيك، انه تورط هذه الشخصيه النهضويه بالذات في مساله شبكات التسفير. نعم، في الاخر شنو نقولوا؟ شنو اللي شفنا في الاخر؟ معنا بعض الساده المحامين اللي ترافقوا مع الاستاذ علي العريض قالوا انه تقريبا لم يطرح اي سؤال في علاقه التسفير للسيد علي العريض. نعم، يعني شنو هو هذا؟ يعني المفروض البروباغندا اللي تخدمت الكل، عمليه بروباغندا كامله اعلاميه تخدمت على اساس وقع الاطاحه ب يعني الرؤوس الكبيره المتورطه في حركه النهضه في عمليه التسفير، قيادات من الحجم الثقيل، حبيب اللوز، علي العريض، الاستاذ الغنوشي، في الاخر شنو لقينا؟ معناها التسريبات اللي خرجت على بعض الاسئله اللي طرحت معناها تقريبا مهزله مضحكه، معناها شخص كما الاستاذ حبيب اللوز ما عندوش يعني لا ليست له بنات توجه له تهمه، معناها يطلب منه انه يعترف لماذا قام تشغيل توظيف ابنه في وزارة الداخلية، والرجل رجل زوج ابنته، والرجل ليست له بنات اصلا، يعني هذه شنو المعطيات؟ نعم، هذه منين من اين اخذت؟ يعني تقريبا نفس اللي شفناه في الاعلام، هو تقريبا نفسه اللي تبدت عليه الاسئله واللي تبدت عليه الابحاث. شنو نجموا نقولوا معناه؟ بالحق شنو نجموا نقولوا؟ معنا احنا ما نفهموش برشا في القانون وما نفهموش برشا في سير الابحاث، لكن هذه اسئله مبنيه على وشايات ومبنيه على بعض البرامج الاستقصائيه بين ظفرين كبار، لانه كي نجيو نشوفوها ما عندها حتى علاقه بالعمل الاستقصائي الصحفي. لا علاقه لا بالاستقصاء. عناوين بالكبير، استقصاء صحفي يكشف ويكشف، اش كيما العمل الصحفي اللي رناه مؤخرا على شركه سيفاكس، وناس المفروض كانوا موظفين ومغطي وجهك ومغطي وحاجب الصوت نتاعك على اساس نعرفوها تتعمل كان للمتهمين في قضايا مخدرات ولا دعاره. نعم، معناها وفيها خطر، في حين انه فما زملائهم كاشفين اصواتهم على اساس هذا عمل صحفي استقصائي كبير يثبت تورط الشركه هذه وتورط صاحبها اللي هو كان احد مرشحي حركه النهضه في مجلس النواب السابق. نعم، في عمليه في هذه شبكات التسيير وكذا. شو معناها باش نولوا نصيغوا يا حسين الابحاث نتاعنا واسئلتنا في الابحاث، ونولوا نوقفوا اشخاص ونبنوها على اساس ما يعرض في وسائل الاعلام وما يقولوه كرونيكورات وما يقولوه بعض الناشطين السياسيين، نبني على الاسئله هذيك بدون معطيات بدون تحقيق، والعناوين الكبير المنعرج الخطير والمنعرج الحاسم. وين المنعرج الخطير وين المنعرج الحاسم؟ وين؟ نعم، معناها ما شفنا ناس مشات حقت ملفات ياكدوا جميع المحامين اللي قدموا يعني اللي ادلوا تصريحات امس واليوم الى انه ياكدوا وعلى مسؤوليتهم، واكدوا انه يقولوا على مسؤوليتهم انه ما حدث
ما هذه الملفات اللي انطلقوا منها الابحاث هذه في اليومين هذوما فارغه فارغه، لا فيها معطيات نعم ولا فيها قرائن جديده ولا فيها براهين جديده ولا فيها حتى حاجه جديده، هي ملفات فارغه مبنيه اساسا على بقيه في وسائل الاعلام ما طبخ قبل في بعض وسائل الاعلام قبل. طيب طبخ ثم ننطلق من هذاك شو نعملوا عمليه معناها ايقافات، قلت انت معناها مش ايقافات طبعا، هي نفتح تحقيقات مع بعض القيادات الكبيره ونعملوا البوز. نعم ونقولوا بعد زاد بالجمله وبعد على البوز كيفاش وعلاش وعلاش في التوقيت هذا وكيفاش تخدم. هو نعم. هو راهو جميل جدا قبل اعطي الكلمه الدكتور شكري انه الاعلام والصحافه تسعى في السبق والبحث في الحقيقه وفي الاستقصاء. احنا اليوم شفنا في اعلامنا مش عنده السبق، عنده علم الغيب، لانه شفنا على الاقل نسمو احنا ما عندناش حرج نوقفوا في بعضنا في ديوان افهام منذ ايام حكوا على ايقافات او سوف يقع التحقيق او ايقاف اكبر قيادات النهضه وشخصيات هامه ونافذه في تونس، واستعملوا كلمه من الوزن الثقيل واكدوا ان العدد اكبر بكثير من 100 شخصية. المفروض هذه دقائق ملف قضائي سري ما نعرفوش، اعلامنا يعني كان عنده شوي جنون تو ولا عنده شوي اعلام غيب، عنده شوي اعلام غيب وان شاء الله علم، ان شاء الله علم جديد.